أعزائي المشاهدين. أوه، ما التالي شيف بابلو؟ طماطم كبيرة. طماطم صغيرة؟ نعم، أنت هو الرئيس. نعم، بعض من هذا. البهارات. المزيد. أوه، ممتاز. هيا أيها الثور الكبير. هلا. زيجي الرائع. واو واو. مرحبا أيها الولدان. لم أكن أعرف أنك مهتم بالطهي يا عمي ملفيت. نعم، أنا أشاهد الشيف بابلو فانتاستيكو على التلفاز. إنه أفضل شيف في العالم. كتابي الجديد يجعل الطهو أسهل. اتبعوا فقط وصفاتي خطوة بخطوة. لمتابعة الطهو مع شيف بابلو اطلبوا كتابه الآن. اطبخوا خطوة خطوة بشغف ومحبة. الشغف والمحبة. إنه مصدر الوحي خاصتي. أنا أستخدم المكونات الطازجة والشغف والحب. أنا أعد هذا الطبق للآنسة بزبادي. أنا واثقة من أنها ستحبه. نعم. أنا آسفة يا عمي. هيا أجل. عمي ملفرد بحاجة إلى مساعدتنا. نعم، كان يحاول أن يعد طعاماً للآنسة بزبادي، فانتهى به الأمر يطهو ما يشبه مصاصة السكر. هل يعرف أحدكم أي شيء عن الطهو؟ لا. أنا أعرف أموراً عن الأكل، لكن هذا لن يفيد. ولكن ماذا عن ذلك؟ عن ذلك الشيف الذي يتابعه على التلفاز. بابلو فانتاستيكو. أجل، سمعت عن كتاب الطهو خاصة بيكسل. نعم. أتشتريه لنا؟ يمكنك. لك ذلك. الطهو مع الشغف والمحبة. سأطلق بحثاً عبر الحاسوب. وها أنا أدخل المعلومات. حسناً، لنرى. سوف أطلبه الآن. ها هو. ما أسرع الخدمة. شكراً. ماذا؟ هذا سريع جداً. إنه سريع جداً. 11 ثانية لنكون دقيقين. هذا سيساعد عمي بالتأكيد. هيا بنا يا رفاق. أنا جائع جداً. هنا. فارغ. أنا أجل. ماذا؟ أنا لا. البراد. رجاء. ماذا؟ لا شيء. أنا جائع جداً. هل أنت جائع؟ ماذا؟ هل تعبت من حصولك الدائم على الطاقة؟ حسناً، هذا الطعام سيجعلك تنام طوال اليوم. من يرغب في قضاء ساعات في المطبخ يعد الطعام؟ لا. من لم يتجر بعض من الخيارات المفيدة لكم؟ من هو هذا الشخص؟ وكأن هذا الرجل يقرأ لي أفكاري. أفكار؟ لا تحتاج إلى الأفكار. بفضل خطة طعامي النتن هذا لن تتمتع بالطاقة بعد اليوم على الإطلاق. كل ما عليك فعله هو فتح العلبة هكذا وسكب ما فيها في هذا الطبق. واو. ببساطة، هذا الرجل عبقري فعلاً. لذا اتصل الآن، وخلال 5 ثواني تحصل على مؤونة 5 سنوات من الطعام النتن مقابل مليون دولار فقط لا غير. نعم، لقد سمعتني جيداً. ارفع السماعة واتصل الآن. الرقم على الشاشة 55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 
لو سمحت أود الحصول على الطعام الذي يجعل المرأة كسولا. واو، كان هذا سريعا. من الأفضل أن أبدأ التنظيف. لن أتمكن أبدا من طهو الطعام للآنسة بزبادي. مرحبا سيد العمدة. فعلا عمي، ما رأيك لو قلت لك إن بإمكانك الطهو خطوة بخطوة مع أفضل شيف في العالم؟ بابلو فانتاستيكو؟ نعم، حصلنا على كتابه للتو. كتابه؟
كتاب الطهو؟ شكرا لنرى. تعلمي الطهو خطوة بخطوة. الخطوة الأولى، أحضر زيت الزيتون الصافي 100%. إنه لدي. حسنا. الخطوة الثانية، أحضر مكونات طازجة. يا أولاد، لما لا تسرعون وتجدون لي مكونات طازجة؟ سأتعلم كل هذه الوصفات عن ظهر قلب، وأعد طعاماً لضيفتنا الآنسة بيزيبودي بشغف ومحبة. لنرى شطيرة لحمتنا. حسناً. ممتاز. حسناً، يتناسب هذا وطبيعة الخضراء. ماذا؟ كل هذه المكونات الطازجة ستساعد بالتأكيد العمدة ليصبح طهياً باهراً. الأمر بسيط، سيتبع الوصفات خطوة بخطوة. أجل، يوم ما قد يأتي بابلو فانتاستيكو إلى البلدة ويفتح مطعماً. ولا مطعم؟ فكرة رائعة. إذن سأفتح مطعمي الخاص قريباً جداً، حيث أعد فقط الطعام النتن، فيصبح الجميع هنا كسالى وإلى الأبد. أجل، وسأسميه شطيرة اللحم الخضراء المزيفة. إنه وقت التنكر. ممتاز، لا أحد سيقاوم شطيرة اللحم الخضراء المزيفة. هاي، يبدو هذا جيداً. قطعة معدنية ذهبية. تعال إلي. إلى أين تذهبين؟ أحدهم في مشكلة. سبورتاكس، هذا كثير من حلوى الرياضة. انظر، حلوى الرياضة تبتسم لك. أنت محقة. وصلتني رسالة. ما هي؟ لنقرأها الآن. لا أصدق عيني. يا أولاد، يا أولاد، عندي خبر رائع. الشيف بابلو فانتاستيكو سيفتح مطعماً هنا في ليزي تاون. فعلاً. متى سيفتحه؟ سيفتتحه الآن حالاً. هذا مشوق جداً. هيا بنا جميعاً، هيا. أهلاً 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 إلى مطعم شطيرة اللحم الخضراء المزيفة. ماذا، ألن تأتوا؟ لا روبي، نحن ذاهبون إلى مطعم بابلو الجديد. علي أن أقوم بمنعه حالاً. كنت سأجعلهم كسالى بفضل شطيرة اللحم الخضراء المزيفة. يوم رائع، الانتعاش والنسيم والفاكهة. أنا أحب الفاكهة. ثم نزيد في الأخير الشغف والمحبة. يبدو لذيذا جدا. أحسنت. مدهش، أنتم أول زبائني. أنا الشيف بابلو فانتاستيكو. أهلاً وسهلاً بكم إلى مطعم الشرق أوسطي. أنا مستعد للطهو لكم بمكونات طازجة وبالشغف والمحبة. أجل، نحن نحتاج إلى مساعدتك. يريد عمي تحضير وجبة لصديقته المميزة الآنسة بيزي بودي. نعم، أود تحضير وصفة الصفحة 56 التي تعلمتها غيباً. اشتريت كتابي الجديد. هذا ممتاز. أنت بين يدي فانتاستيكو.
لا شيء سيسوء، سأرافقك في عملية الطهو خطوة بخطوة. لتحضر طبقاً بسهولة نوعاً ما، عليك أن تطهو بشغف ومحبة. تأخذ قطعة خبز تضعها في طبق. علينا أن نستعمل خضاراً طازجة. وبالطبع زيت الزيتون. واحد إدمان، كم نحب الفاكهة، إنها حلوى الرياضة. رائع، مستعدون للخطوة الثانية؟ نعم سيدي. لنتابع مع الشغف والمحبة. ما علينا فعله وهو الأهم، نأخذ حلوى الرياضة ونبدأ بالغناء. ونضيف زيت الزيتون. واحد إدمان، كم نحب الفاكهة، إنها حلوى الرياضة. حين تطهون أطهو بمحبة وشغف. الشغف في الطبق والطعام مع الشغف في الطبق والطعام والطبق في الطعام. عفوا، أحيانا أنا أبالغ قليلا. أين كنا؟ الخطوة الثالثة. حسنا، الشغف والمحبة. تضع المكونات ثم تخلطها، تقدمها بشغف وتنزع القفاز. تعرفون ما أعني؟ وعندما تجهز، ما عليك فعله هو أن تضع الطبق وتضيف الجول. لا 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 لا، عفوا، هذا شغف الآخر، كرة القدم. قصدت القول هو أن تضع الطبق وتضيف زيت الزيتون. واحد إثنان، كم نحب الفاكهة، إنها حلوى الرياضة. لقد أحسن. حسناً، تفضل شيف بابلو. والآن لما لا تحملون الدعوة إلى الآنسة بيزيبادي فيما أنا والشيف نقبل الباقي؟ ماذا تريد أن تعد لضيفتكم؟ الدجاج، إنها تحب الدجاج كثيراً. ممتاز، دجاج فانتاستيكو. الصفحة 23. نعم، ستحضر الآنسة بيزيبادي بعد قليل. يجب أن أبدو بأفضل حال، سأقوم ببعض التمارين. ماذا؟ علي أن أتخلص من صاحب الطعام الجيد هذا. واحد. واحد و نصف. اثنان وربع. ثلاثة و نصف. ولا كلمة، ولا كلمة. نصف. أربعة. مرحبا. هذا يكفي. هل أنت مستعد للمزيد من الطهو؟ أنا مستعد شيف. ممتاز، أنت استرح واترك الطهو لي أنا. حسنا، أولا ندهنه بالسمن والسكر، أترى؟ السمن والسكر. انظر إلى هذا، فقط انظر إلى هذا. ممتاز، ثم نحشوه بمصاصات السكر. مصاصات السكر؟ أجل، هذا غير موجود في الكتاب. كل شيف ماهر عليه أن يرتجل، أليس كذلك؟ نعم. يا للهول، لقد حضرت الآنسة بزبادي. العلاج الملكي مهم جدا. ولكن ماذا أفعل؟ أنت اذهب واجلس فقط، اتفقنا؟ واسترح، أنا سأتابع الطهو، هيا اذهب. أهلا بك آنسة بيزيبادي، أهلا بك في المطعم، عندي طاولة خاصة لك. أنت طاولة. أنا متحمسة. أحدهم في مشكلة. سوف يقع في الحفرة. يساعدني أحد. ما هذا؟ أنا مجرد شيف أوسطي. أنا عالق في المضرب. الكرة. لا يعجبني هذا. Oh!
ماذا تفعل؟ لماذا وضعتني في الكيس؟ هل أنت بخير؟ ماذا؟ ومن أنت؟ أنا سبورتاكس، كدت تقع في الحفرة. إذن أنت أنقذت الشيف بابلو فانتاستيكو. أظن ذلك. مدهش. أنا سأطهو لك بهذه النضارة، شمها، وبشغف ومحبة. شكراً لك. لكن قل لي، إن لم تضعني أنت في الكيس فمن فعل؟ رائحته نتنة، لنذهب ونكتشف الأمر. هيا بنا يا صديقي. من هنا. حسناً، هيا. هل أفعل شيئاً لمساعدتك شيف بابلو؟ لا، لن يكون هذا ضرورياً، سأحضره لك. أنت اذهب واسترح بعيداً، علي فقط وضع لمسة الشيف الأخيرة. اللمسة الأخيرة؟ أجل؟ أنا متحمس جداً. هذا أنا، أنا هو أنا. كيف يعقل هذا؟ هناك شيء غريب يحصل. لا 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 لا، من هنا. حسناً. مشوق. أجل أنيسة بزبادي، أظنك ستحبين هذا كثيراً. إنه أسود، رائحته فظيعة. ميلفورد، لا أصدق أنك دعوتني من أجل هذا، إنها كارثة كبيرة. أظن أنني سأجلس هناك. أنيسة بزبادي، إنها رائحة كريهة. لقد أفسدت اللقاء خطوة بخطوة، والآن سيقصدون مطعمي ويصبحون كسالى. كفى، لا أستطيع مراقبة نفسي أفعل هذا بالناس. هيا بنا. حسناً. سبورتاكس، أجل. شكراً. هذا الرجل ليس الشيف الشرق أوسطي الحقيقي. لكن ما الذي يجري؟ أجل، طباخاً. هذا الرجل ليس طباخاً، إنه رجل مزيف. لا، إنه المزيف. أنا؟ أنا مشوش جداً. من هذا ومن ذا؟ لا أعرف. سيدي، أتحداك في مبارزة. نقوم نحن الاثنان بإعداد طبق محدد من الصفحة 18. ومن سيحكم في هذه المسألة؟ أعرف تماماً من يمكنه ذلك. من؟ باسي. اختيار جيد. أعني، إن الطعام معد لك. أجل. نعم، إنها فكرة رائعة. حسناً، أنا خبيرة بعض الشيء في الطعام. أنا قبلت. هذا رائع. حسناً، والآن لنبدأ المباراة. أمامهما دقيقتان لتحضير الطبق من الصفحة 18. جيد. ابدأ. أجل. ستضعان الأدوات من أيديكما بعد 5، 4، 3، 2، 1. الآن. حسناً أنيستي، حان دورك الآن لتتذوقي طبقهما وتقرري من هو الشيف الحقيقي. أنا الحكم. تعرف ما تقول. عجباً، هذا لا يبدو شهياً على الإطلاق، إنه أخضر ومقرف. أما هذا فطبق شرق أوسطي حقيقي، فيه زيت زيتون ومكونات طازجة ولكن بشغف ومحبة.
نعم بشغف. يبدو هذا الطبق رائعا ولذيذا. هناك خطب ما. مهلا. ذاك الشيف على كمه لطخة خضراء، اللون نفسه الموجود في طبق الشيف بابلو. هذا صحيح. ماذا؟ هذا يعني أنك استبدلت الطبق وغششت. لقد غششت. هذا لي، ولكن أنا لم أفعل هذا على الإطلاق. أعطني قبعتك. أجل. هذا مدهش. أنا شيف بابلو فانتاستيكو سبورتاكوس. سأعطه لك. شكرا لك. أجل. أولي بشغف ومحبة. بان تيجي تيجي دان، كلمة غريبة أغنيها. ديجي ديجي دان، كلمة أجهل معانيها. تفضل. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. أولي إلى أعلى ونطى، نستدير بعدها نصفق. إلى أسفل نستدير، غايتنا أن نتسلى. حسناً، يبدو أنني سآكل من هذه كل يوم ولبقية.